هصدمك 7 مرات في 30 ثانية. الجزء الثالث، تفاحة واحدة الصبح تقدر تخليك فايق ومركز أكتر من فنجان قهوة. الدبان بيعيش 12 يوم بس وبعدها بيموت. النسر حجمه ضخم لدرجة إنه يقدر يسرق غزال صغير ويطير بيه. لو عندك ألم شديد في أسنانك حط قطعة تلج بين الصبعين دول في المنطقة دي، هتخفف الألم جدا لأن ممرات الأعصاب اللي بتدي إشارة بالألم بتعدي من هنا. الحلزون بينام أحيانا لمدة 3 سنين في المرة الواحدة. كمية الريق أو اللعاب اللي بيفرزها جسمك طول حياتك تقدر تملى حمامين سباحة كبار. وفقا لأبحاث علمية، لو عايز تعدل مزاجك وتروق بالك، اكتب الحاجة اللي مضايقاك في ورقة وارميها في الزبالة، هتفرق معاك جدا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة.